اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من كل حته في مصر. هعمل النهارده فول مقلي بالرز، وهعمل سمبوسك فيها اربع انواع حشوات، وطبعا الحشوات ترجع لحضراتكم زي ما انتم عايزين ايه تحطوا فيها، جبنه رومي، بسطرمه، ايا كان، بس انا هوري حضراتكم الطريقه والايه والحشوه. اقول لحضراتكم مكونات الفول المقلي: فول نابت، طماطم، ثوم، رز، بصل، سمنه، بهارات، كزبره ناشفه، كمون. مكونات السمبوسك: هعمل النهارده بطاطس مسلوقه، جبنه بالنعناع، عجوه، لحمه مفرومه، هيبقى فيها بصل وقرفه، وطبعا الايه السمبوسك. هشيل بقى السمبوسك لان احنا في مكان مفتوح، فلو سبتها محطوطه كده هتنشف، ولو نشفت هتضايقني جدا وانا بلفها، فهنشيلها في حته ونغطيها علشان ايه لما يجي الوقت ان احنا نبتدي نشتغل بيها ما تنشفش. هبتدي الاول بالفول المقلي اللي هو بالرز، علشان هياخد شويه وقت، بياخد له حوالي ربع ساعه او تلت ساعه على ما الرز يستوي. جهز نفسي كده كسرولة او طاسه او حله صغيره، هملاها ميه، ممكن نخليها هنا كده ونعلي النار عليها. طبعا انا هعمل كميه صغيره فمش هزود كتير قوي، يعني يا دوب هعمل على قد تقريبا 3 كوبايات. الاكله دي لازم بتتعمل بفول نابت، تمام؟ فول نابت يعني ايه؟ يعني فول بياخد من 3 لـ4 ايام على ما يستوي او على ما ينبت. لما بينبت بيبقى شكله عامل كده بالمنظر ده. اقول لحضراتكم كمان الطريقه بنعمل فول النابت ازاي. بنجيب فول عادي خالص وبنبله في ميه لمده يوم او يوم ونص، وبعد كده بيبتدي حجمه يكبر ويطرى، بس لسه ما بقاش نبت. بنعطشه شويه، يعني بنعطشه يعني ايه؟ بنصفي منه الميه، لو كان في شويه ميه لسه موجوده بنصفي منه الميه ونسيبه ساعه او ساعتين يعطش جامد قوي، وبعدين نرجع له ميه تاني ونسيبه لحد لما ينبت. العمليه دي بتاخد حوالي من 3 ايام لـ4 ايام. رز، واحط معايا شويه ملح، وكمون، وكزبره، وبهارات، واسيبه بقى براحته يغلي ربع ساعة تلت ساعة لحد لما انا محتاج انه الرز يستوي. لو المية قلت، لو المية بعد الغليان وبعد ما بدأت كده المية قلت، نقدر ساعتها نزود عليه شوية مية دافية، مش مية ما نحطش مية ساقعة، نزود عليه مية دافية. وعلى ما نعمل كده نبتدي نجهز التتبيلة بتاعته او الخلطة بتاعته، اللي هي هتبقى مكونة من بصل وثوم وطماطم، هنعملهم ونشوحهم في سمنة ونحط عليهم البهارات مع الملح والفلفل. اقطع البصل كده الاول، احط طاسة على النار، طبعا يتعمل بسمنة او بزبدة او بزيت نباتي او زيت ذرة المتاح. اي بدأت تسخن، على بقى ما تسخن الطاسة اقطع انا البصل والثوم وجهز كل حاجة. الفول النابت او الفول المقلي ده ممكن يتعمل بطريقتين: بالقشر او من غير القشر. لو في حد عنده مشكلة في المعدة او قولون او حاجة كده، الفول بيضايق، القشر الفول بيضايق، وتقدروا تقشروه، بس هو ألذ طعمه بالقشر. عايزين 4 فصوص ثوم كده. طبعا انا بعمل كده ليه؟ علشان يعني بقطع كل حاجة ليه اول باول، حاجة من اتنين. طبعا عشان احنا بنصور في مكان مفتوح، فده ما نقدرش نقطع حاجة لنسيبها بتدبل ويبقى شكلها وحش. وتاني حاجة، انا بحب لما اخش المطبخ ما اطلعش من المطبخ غير لما اخلص كل اللي ورايا. بمعنى يعني انا دلوقتي حاطط حاجة على النار، مش عايز اروح اتفرج على فيلم ولا عايز اروح ابعد عن الحاجه اللي على النار،
علشان ما يحصلش حاجه، لان ممكن اي حاجه تحصل، ممكن بوتاجاز، لو بوتاجاز شعله ممكن يعني لا قدر الله يحصل مشكله، ممكن حاجه تغلي وتدلق على البوتاجاز والنار تطفي والجهاز يفضل شغال. فبفضل ان انا افضل واقف جنب الحاجه اللي انا بعملها، الا اذا كنا بنعمل مثلا حاجه في الفرن ومطمنين مغطينها بورق الومنيوم والدنيا تمام مفيش مشكله، فكده احنا خلاص ميبقاش عندنا قلق ان احنا قاعدين مستنيين مثلا ساعه ساعتين على حسب الحاجه اللي في الفرن بتعمل ايه. بس لو حاجه على البوتاجاز يفضل نبقى دايما جنب البوتاجاز علشان ما يحصلش اي حاجه. سمنه، خليها كده علشان ينزل كل السمنه من المعلقه. طماطمايه، ممكن بعد ما نخلص التتبيله دي والفول مع الرز يستوي ممكن نحط كل حاجه على بعض ونديهم تشويحه مع الطاسه، وممكن نقدمه زي ما هو كده. طبعا لو فضل فيه شويه ميه تتصفى، عشان كده بقول لحضراتكم نفضل ايه جنب النار. لو دي قدامها مثلا دقيقتين ثلاثه وتبتدي تغلي، فممكن تغلي وتعلى وتزيد، فعشان كده احنا ايه محتاجين نبقى موجودين. لو بدأناها بدأت تغلي والنار بدأت تبقى زياده عليها نوطي عليها النار. ادي البصل، شوية ملح، انا بقى مش عايز البصل ياخد لون، عايز البصل يطرى خالص من غير ما ياخد لون، فعايزه على نار الاول، ببتدي بنار عاليه وبعدين بوطي النار. كده البصل بدا ياخد لون وانا مش عايزه ياخد لون خالص، انا طبعا مهدي عليه النار، عايزه بس يا دوب يطرى زي ما حضرتك خدتوا بالكم كده. اول لما في حاجه بتتحط في الطاسه والطاسه سخنه بتنزل درجه حراره الطاسه. انا كده حطيت الثوم، اقطع الطماطم كده صغير عشان دي التتبيله او التقليه. انا بعمل النهارده الفول المقلي بتوابل ناشفه، لو في توابل يعني لو في كزبره فريش ممكن نستعمل كزبره فريش برضو. خلي بالنا لو بنستعمل حاجات الناشفه نستعمل كميه اقل من الفريش، لان التوابل الناشفه بتبقى اقوى كتير من التوابل الفريش. عايز كده اقلب الفول مع الرز واشوف اخباره ايه. او كده بدا زي ما قلت لحضرتك قدامه دقيقه او دقيقتين ويبتدي يغلي، انا مش عايز بقى اي حاجه تغلي وتبتدي تعمل لي طرطشه او تغرق البوتاجاز او تغرق او تطفي النار او اي حاجه، فهوطي عليه وهسيبه براحته خالص. طبعا ده هيتصفى يعني مش هناكل مش هنشرب المايه دي. جميل قوي كده، اقدر دلوقتي احط الطماطم كلها كده. وانا بقى بحط التوابل جمد قلبنا كده وايه ونزود، يعني انا بتكلم مثلا الكمون هحط مثلا معلقه صغيره، نص معلقه كزبره، وبهارات يعني مش هزود قوي لان البهارات دي فيها كل حاجه، فيها كمون وكزبره وكل الايه البهارات اللي موجوده، فلفل اسود، حطيت ملح في الاول، احط كمان شويه صغيرين كده واقلب. في ناس بتقدموا الفول والرز مع بعض وبعدين يحطوا الكلام ده، يحطوا التتبيله اللي هي الطماطم والبصل والثوم عليه، انا بحب بعد ما اسوي الكلام ده كله هروح جايب الكلام ده مصفيه واحطه هنا على الخلطه اللي انا عملتها. عندي هنا كزبره فريش، ممكن اخد شويه علشان الالوان تبقى متجانسه.
كده التتبيله بتاعته جاهزه، فاضل بس الرز يستوي. هطلع فاصل يكون الرز استوى واكمل مع حضراتكم، شوف ازاي نحط ده مع ده، وبعد كده ابتدي اشتغل في السمبوسك بالاربع انواع حشو. رجعت بعد الفاصل وكده نقدر نقول ان الرز والفول النابت استوى. علي النار بقى على دي، تقدروا تقدموه زي ما هو كده وبعدين نحط اي خلطه، بس انا بحب اقلب كله مع بعضه عشان النكهه كلها تبقى ايه ماشيه مع بعضها، يعني كل حاجه تمتزج مع بعضها مظبوط. اول لما تبتدي ايوه كده لو لسه في شويه ميه، هو شرب الميه اغلب الميه اللي فيه بس لسه في شويه، فانا مش عايز يبقى الطبق عايم مننا كده، فممكن نصفيه. ما اعتقدش ان هو محتاج يتصفى، هو كده كويس. لا مش هصفي، هنزلها كده واحده واحده. طبعا هو ممكن يتاكل كده من غير الخلطه دي، وممكن على طول طبق فول طبق فول بالرز او فول النابت يعني، بس انا بحب يعني اخلي يبقى فيه طعم كده. انا طبعا دقت واتاكدت ان هو استوى ورز استوى وكله مظبوط. اقلب كده، طبعا ده يمشي فطار ويمشي غدا ويمشي سحور، يمشي كل حاجه. نجيب له طبق بقى ايه، ماشي الطبق ده كويس. ده وجبة كاملة متكاملة فيها كل العناصر الغذائية ما عدا اللحمة، بس هو في بروتين نباتي، الفول بروتين نباتي، يعني الناس اللي بتلعب رياضة كتير وتبقى محتاجة بروتين وما بيحبوش اللحم قوي يقدروا ياكلوا من الطبق ده. ممكن اخد شوية بقدونس كده هنا، يبقى ده الفول المقلي. هبتدي بقى دلوقتي اشتغل في السمبوسك. طبعا لازم اولع النار على زيت لان انا هقلي السمبوسك او هحمرها. دي العجوه، بطاطس مهروسه. انا في وسط الفاصل خدت الحاجات وظبطتها، حطيت يعني حطيت النعناع على جبنه البيضة وقلبتها، حطيت هنا ملح وفلفل وشويه زيت زيتون على البطاطس المهروسه، والعجوه طبعا مش هتعمل فيه حاجه. اللي انا هحتاج اعمله ان انا اعصج اللحمه بسرعه، وطبعا اللحمه بتتعمل حضراتكم ايه عارفين ازاي، بس برضو اللي مش عارف انا عشان كده ما رضيتش اعملها في الفاصل، قلت اعملها قدام حضراتكم علشان طبعا اللي عارف خلاص تمام، اللي مش عارف ولسه سواء كان واحده بتتعلم الطبيخ او حد بيتعلم طبيخ عايش لوحده او حاجه يشوف هنعصج اللحمه ازاي. انا مش هستعمل الكميه دي كلها، انا هعمل بس يعني من كل نوع حشوه واحده، هعمل واحده سمبوسك واحده بس، اوري حضراتكم اللحمه بتتعصج ازاي. زيت زيتون، سمنه، زبده الموجود، مش عايزين نزود قوي، معلقه. حط بقى الزيت اللي هحمر فيه يسخن لانه بياخد وقت، ومش عايز برضو اي حاجة تكون بتحمر في زيت احمر في زيت بارد، عايز زيت سخن يعني سخن. فعلى ما اعصج اللحمة يكون الزيت سخن كده. ايه بصلة، لو عايزين تخلوا اللحمة معصجة تبقوا مطمئنين قوي ان مفيش ميه هتبقى نازله من اي حاجه، طبعا مش هنحط ملح خالص، مش هنعمل اي ملح غير في الاخر عشان نطمن ان كل الميه نزلت. ولو عايزين تعملوا البصله تتبشر تبقى مبشوره بالمبشره بينزل منها جزء كبير قوي من الميه، فبتبقى ايه احسن من ان احنا نعملها كده. لو مش قادرين تعملوا مبشره لان عاده المبشره
ملهاش حل بقى المحشوره يعني هيبقى فيه دموع فيه دموع. انا بحاول اصغر البصل على قد ما اقدر على ما ده يبتدي على ما الزيت يسخن يعني. وزي ما قلت لحضراتكم في الاول بنخلي السمبوسك في حته متغطيه علشان ما عشان ما تنشفش. هي كده لسه تماما عشان كنت مغطيها عشان لو نشفت هتتكسر واحنا بنحشيها. عايز اوري حضراتكم طريقه لذيذه قوي عشان اللي ما بيعرفش يعمل سمبوسك او اللي اول مره يعمل سمبوسك يعمل الحكايه دي. ورقه مناديل بص دي كده شويه طبقها ثلاثه. انا اتعلمتها كده يعني اتعلمت السمبوسك كده طبقها ثلاثه وابتدي اجرب. اول واحده هعمل كده وبعدين كده 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 ولما نحطها في النار. انا كده كده هوريها لحضراتكم بس انا بقول علشان لو قلقانين تبتدوا تعملوا سمبوسك تبتدوا تجربوا. ودي هنقلبها كده ولما هنزلها هنزلها في الزيت كده علشان تقلها يخليها تبقى فوق الحته اللي لسه ما قفلتش. مجرد ما الزيت بيبقى سخن وبتنزل كده بتمسك. اعملها تاني ورقه منديل ورقه كراسه اي ورقه نعملها بس على مقاس السمبوسك كده على مقاس. دي بتبقى جاهزه واحده كده وكده كده كده وبعدين دي ونحط كده تمام. جربوا كذا مره قبل ما تعملوها اول مره علشان تبقوا خلاص داخلين واثقين ان خلاص سمبوسك هنعرف نعملها. الحشو بقى ده كل يعني اللي انتوا عايزين تحطوه في الحشو نحطه في الحشو مش مشكله. بسطرمه جبنه رومي خضار بس طبعا نسوي الخضار الاول. يعني لو هتعملوها بخضار يفضل نسوي الخضار الاول علشان هي ما بتاخدش وقت خالص على النار على ما تستوي فيبقى الخضار مستوي. يعني الخضار يتشوح في شويه زبده وبصله وثوم كده ويبرد. افتكروا كويس قوي لو بتعملوا حاجه سخنه بتحشوا السمبوسك بحاجه سخنه لازم تبقى تستنوها تبرد علشان ما تقطعش سمبوسك. اعلي النار على قد ما اقدر كده. انا دلوقتي ممكن استنى دي على ما تخلص وابتدي اشتغل في السمبوسك. هسيب اول واحده علشان ما اخدش مجازفه انها تبقى نشفت وممكن ايه تتقطع مني او تتكسر وانا بتنيها. نعمل اول واحده الجبنه البيضة معلقه واحده. بصوا بقى راجع لحضراتكم ممكن نعملها رقيقه جدا وممكن نعملها سميكه فده راجع لحضراتكم. ما تكتروش الكميه علشان ما تفتحش منكم واحنا شغالين. ادي اول خطوه وبعدين ما تدوسوش عليها قوي هي كده كده كتر اللف ده هيقفلها. ادي واحده ادي الثانيه ادي الثالثه كده هي اتقفلت خلاص. ممكن بقى نقطع بس هنقطع هنبقى رمينا حته فنخليها كلها زي ما هي كده اهي. ادي السمبوسك منتهى السهوله. جربوا كذا مره بورق المنديل او او بورق كراسه او باي حاجه. ممكن اعمل واحده كمان جبنه عشان مرميش حاجه بس تقريبا معلقه واحده. بعد شويه هتلاقوا نفسكوا الموضوع بقى ايه خلاص بتعملوها وانتم مغمضين خلاص ما بقاش الموضوع فيه اي حاجه. ادي كمان واحده بالجبنه كده بقى لو عايزه تنشف براحتها خالص تنشف ما عنديش مشكله. نحط اللحمه عشان نعصجها. خلي دي هنا معلقه خشب ما فيهاش مشكله. وعندنا بطاطس مسلوقه معلقه اي حشوه في السمبوسك تنفع. لو حتى عايزين تحشوها رز مش هتقول لا بس خلي بالكوا لو هتحشوها رز بحط الكميه قليله علشان عشان ما تفتحش. هو كده كده الرز لازم يبقى مستوي بس برضو كميه قليله. انا بقى عاده بعايرها بمعلقه صغيره المعيار بتاعي بمعلقه صغيره. يلا واحده كمان
اهي دي مثلا جت صغيره فمش عايزه تقفل وعايز تعمل كده، ممكن بمنتهى البساطه سكينه واخلص من الحته دي. طبعا دي خلاص ملهاش اي استعمال. كمان واحده خدتوا بال حضراتكم انا ما حطيتش اي حاجه خالص من الملح على اللحمه علشان مش عايز اي ميه تنزل منها، عايز الميه اللي تنزل منها تخلص خالص مني في الطاسه. اعتقد ان كده الطريقه انا عمال بحاول اعملها كتير علشان تشوفوا حضراتكم ازاي الطريقه وتثبت. اي حته زياده ممكن استغنى عنها. يبقى كده 2 جبنه بيضه و2 بطاطس. هعمل واحده بلح والزيت كده سخن، بس انا عايز احطهم كلهم مره واحده مع بعض علشان يعني بنتكلم في بلحه واحده عجوه او يعني بالكتير واحده ونص، علشان طبعا ده حلو ده مسكر وحلو. انا بس بوري حضراتكم الطريقه بالراحه خالص، مفيش اي وجه للاستعجال علشان تطلع مظبوطه وما تفكش من بعضها. بحط سنة قرفة صغيرة وبفضل كده. الزيت بدأ يسخن زيادة فأنا مش هستنى عليه. دي اللي فيها الطرف هحطها والطرف لتحت فهتمسك، ما مسكتش اللي بعديها هتمسك، ما بتاخدش وقت خالص. دي اتقطعت. طبعا لما تيجوا تعملوا الموضوع ده مفيش داعي انكم تعملوا حاجه مسكره مع حلو، لان مش هنبقى عارفين انا واحده مسكره وانا واحده حادقه. اعتقد ان اللحمه مش هتسعفنا في الوقت، فايه هنستغنى عن اللحمه. بس المهم ان حضراتكم عرفتوا الطريقه، ما تاخدش وقت خالص. ها عرفتوا الطريقه وافتكروا كويس قوي، لو اي حاجه سخنه هتتحط في السمبوسك لازم نستنى لحد ما تبرد علشان ما تقطعش السمبوسك. خلي ده جنبي هنا كده. خلاص كده هي استوت، ما بتاخدش يمكن نتكلم في دقيقة لكل ناحية. يمكن اطلعها بقى على حاجة. طبعا دي ما قفلتش، هنكسرها كده عشان يبقى كلهم شكلهم زي بعض. وطبعا لازم نطلعها على ورق مناديل علشان لو فيها اي زيت زيادة ينزل على ورق المنديل. نحاول نحطها مايلة كده عشان تنزل كل اللي فيها. نطفي بقى النار على كل الكلام ده. عايز اجيب طبق. طبعا الفوطه اللي انا بستعملها دي فوطه نظيفه عشان كده بنضف بيها الطبق. اي حاجه بمسح بيها هنا بيبقى منديل، انا ما بستعملش الفوطه دي في مسح اي حاجه. اللحمه هتاخد شويه وقت فمش هنلحق نحشيها، بس المهم ان الفكره وصلت لحضراتكم. ادي السمبوسك. يبقى احنا كده عملنا النهارده فول مقلي بالرز والخلطه، عملت معاه سمبوسك ووريت حضراتكم طريقه الحشو. الف هنا وشفا، واشوفكم في حلقه جديده. باي باي.